السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي مرشحات قواعد اللغة العربية للصف السادس الإعدادي. وصلنا أسلوب النفي، المحاضرة الأولى اليوم من موضوع أسلوب النفي، يعني محاضرة قصيرة وإن شاء الله هم راح نسوي لكم هم بعد محاضرة. أسلوب النفي نوعان، نفي ظاهر ونفي ضمني. النفي الظاهر وهو النفي الذي يبدأ بأدوات نفي. شنو أدوات النفي؟ ليس، لا، لاتي، لم، لما، لن، لام الجحود، وأن. ناخذ ليس. ليس هو فعل ماضي ناقص جامد مبني، يكون مبني فعل ماضي ناقص جامد. شنو معنى جامد؟ يعني غير قابل للتغيير. يعني مثلا فعل ليس يبقى ليس، مثل هسه هذا الفعل ليس يبقى ليس. مثل زيد ذكي، هنا عندنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو ذكي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لما هنا عندي مبتدأ وخبر، لما أريد أدخل ليس عليها إيش راح يصير؟ راح يصير ليس زيد ذكي، ليس زيد ذكيا. زيد هنا اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، اسم ليس مرفوع. ذكيا إيش راح يصير؟ خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في على آخره. هسا عرفنا دخلنا ليس، دخلنا ليس على الجملة زيد ذكي، قلنا ليس زيد ذكي، قلنا زيد تدخل على ليس اسم ليس مرفوع، وهنا ذكي تتغير الحركة الإعراب فتحة، نقول خبر ليس منصوب بالفتحة. هنا نعرف ليس وهو هنا وزاري، أداة نفي تدخل على يعني الجملة الإسمية، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. هاي ماخذيها ليس من صف خامس ابتدائي. أنواع ما نوعين، نافية غير عاملة وما عاملة عمل ليس. ناخذ الماء نافية غير عاملة، يعني إذا أتى يعني وراء ما فعل ماضي أو فعل مضارع هاي أسميه نافية غير عاملة. إذا يعني نقول جاء بعد ما فعل ماضي أو مضارع نسميه نافية غير عاملة. مثل إيش؟ ما سمعت الصياح، هنا صارت ما نافية ينفي سماع الصياح به. مثال ثاني، ما نقصر في عملنا، هنا ما نافية نفت التقصير بالعمل. عيني ناخذ أيضا سؤال وزاري، ما نقصر، ما نقصر يعني نقول هنا ما شنو نوع ما وردت بالجملة أو بالآية أو بالقول، شنو نوع ما ولماذا؟ هنا عندنا نوع ما نافية غير عاملة. ليش؟ لأن ما غير عاملة إجا وراها يعني فعل ماضي أو مضارع. زين، ما هو عمل ليس؟ تدخل على الجملة الإسمية، ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. تعمل ما عمل ليس، يعني لا تعمل بدون قيد أو شرط. ليش؟ لأن بها شرطان تأثيران، التأثير الأول معنوي والتأثير الثاني إعرابي. خلينا نعرف شنو المعنى المعنوي. ليس تنفي اتصاف الاسم بالخبر. الإعرابي ليس ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. هنا عندنا ما عملت نفس عمل ليس، رفعت الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها، لكن هناك شروط. أولا، لا يتقدم الخبر على الاسم، لا تأتي إلا قبل الخبر، لا يأتي بعدها الحرف الزائد أن. هنا عندنا الماء نافية غير عاملة تأتي بجملة فعلية مثل فعل ماضي ومضارع، والماء أكو عاملة تعمل عمل ليس تأتي بجملة اسمية يعني يأتي بعدها اسم. ها هي يمكن خلصنا؟ أي ها هي خلصت المحاضرة الأولى من أسلوب النفي، وإن شاء الله هم راح أكتبكم محاضرات على أسلوب النفي. هذه الصور نزلتهن بقناتي على التليجرام، تقدرون تسحبوهن وتستفادون من عدن. إن شاء الله التوفيق.